السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين الأوفياء، متتبعي ومتابعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الدرس الخامس، المضاعفات والقواسم، صفحة 28 من كتاب النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. نعم، عندنا أتمم ملء الجدول بعد نقله إلى دفتر. هنا عندنا مجموعة من الأعداد وبعض الأرقام مكتوبة، يعني الوحدة والعشرة مكتوبة بخط مضغوط عكس رقم المئة. كيقول لك باقي القسمة على أربعة. هنا نعم على الصفر يقبل القسمة، بمعنى يعني هنا حينما ننجز عملية القسمة، نعم بالطريقة باش تفهموا معايا أكثر، عندنا 236 نقوم بقسمتها على رقم 4. إذا نأخذ رقمين ثم نضرب في رقم 5 تعطينا 20، يبقى 3 ننزل 6 36 نضرب في 9 36. إذا هنا الباقي 0. إذا هما هذا الباقي اللي عطاونا 0، فهمنا؟ إذا الباقي صفر، إذا إلا كان الباقي صفر فهي تقبل القسمة على أربعة. أما لو كان بقى لنا واحد الرقم هنايا ديال إما واحد أو اثنان أو ثلاثة في الباقي، فهنا يكون الرقم لا يقبل القسمة على أربعة. نمشي للرقم الثاني، عندنا 147، لاحظ 147 نقوم بقسمته على ماذا؟ على أربعة، نفس الشيء. إذا هنا نحدد رقمين ثم نضرب في 3 تساوي 12، يتبقى 2، ننزل 7 فيما نضرب، نعم في 6 تساوي 24، وبالتالي غيبقى لنا هنايا 3 في الباقي. إذا هنا 3 هل تقبل القسمة؟ إذا لا تقبل، اتفقنا؟ بنفس الطريقة سنقوم بالإنجاز. إذا 440 إذا قسمتها على 4 فالباقي سيكون 0، فهمنا؟ نعم. إذا هنا إذا غنكتبو نعم نفس الشيء، الأربعة 28، لأن 28 مضاعفة ديال 4، إذا في 7. إذا هنا أيضا الباقي غيكون عندي 0، إذا 7 في 4 28، بالتالي الباقي غيكون عندي 0، إذا هنا نكتب نعم. إذا هنا 11، واش كاين شي رقم غنضربوه في 4 غيساوي لنا 11؟ إذا لا. إذا هنا غنقوم بإنجاز عملية القسمة، وحتى هنا غيبقى لنا الباقي 3. إذا نتأكد 611 قسمة 4 عفوا، نعم نضرب في 1 هنا 4، بقى 2، 21 في 5 20 غيبقى لنا 1 1، نعم نضرب في 2 8، وبالتالي غيبقى لنا 3. إذا الباقي هنا يبقى لنا أيضا 3. إذا هنا نكتبو لا. بالنسبة 16، 4 في 4 16، وبالتالي هنا غيكون الباقي 0، وهنا غنديرو نعم، نديرو نعم. نعم الآن غنتقلو للجدول الثاني. هذا الجدول فيه غير الأعداد ديال العشرات، الوحدات والعشرات، وما نفس الأرقام اللي كانوا عندنا في الخانة السابقة. إذا حنا فقط غنكملو. إذا هنا غيبقى لنا 3، إذا نكتبو لا. هنا هي 0، نعم. أيضا الخانة الثانية 28 قلنا 0، نعم. أيضا هنا غيبقى لنا 3، نكتبو لا. وفي الخانة الأخيرة غنكتبو 0 ونكتبو هنايا نعم. راه هنايا فقط كي هنا الفكره اللي كيبغاو يدوزوها لنا، او اللي بغاوكم تفهموها، ان الاعداد اللي كتقبل القسمه على أربعة فهي غير من الرقم ديال الوحدات والعشرات. تفهمنا باختلاف الرقم ديال المئات او الالف ما كيهمناش، حنا كيهمنا فقط الرقم ديال الوحدات والعشرات. الا كانوا كيقبلوا القسمه على أربعة فالرقم كامل كيف ما بغى يكون فهو يقبل القسمه على أربعة، غير انطلاقا من رقم وحدته وعشرته. اذا قبلوا القسمه على أربعة فالرقم كله يقبل القسمة على 4. هنا أكتشف قاعدة قابلية القسمة على 4. إذا الأرقام وحدات وعشرات أي عدد كيف ما بغى يكون، نعم إذا كان يقبل القسمة على 4 فالرقم كله يقبل القسمة على 4. هنا إلى جينا صفحة 30 غلقوا يقبل العدد الطبيعي القسمة على 4 إذا كان العدد المكون من رقمي وحدته وعشرته قابلا للقسمة على 4. إذا هذه هي القاعدة اللي بغونا أننا نخرجها، فهمنا؟ إذا هذا الجواب على السؤال. جيب بدون إجراء عملية القسمة، هل العدد
مليون ومئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة عشر يقبل القسمة على أربعة. داش قلنا إحنا؟ قلنا غنمشيو مباشرة الرقم وحدته وعشراته، ما كيهمناش الرقم أخر. هل يقبل القسمة على أربعة؟ هل هناك رقم نضربه في أربعة يساوي ستة عشر؟ نعم، إذا أربعة في أربعة تساوي ستة عشر، وبالتالي فهذا الرقم يقبل القسمة على أربعة. ننتقل للتمرين الثاني. أملأ الجدول التالي. عندي هنا كل عدد يقبل القسمة على اثنان هو عدد زوجي. هنا كاين قاعدة أخرى، الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة وعلى اثنان فهي في نفس الوقت تقبل القسمة على ستة. عقل عليها، أي عدد كيقبل لنا القسمة على ثلاثة وكيقبل القسمة على جوج، يعني بجوج بيهم في خطرة واحدة، فهو يقبل القسمة على ستة بشكل مباشر. أما إذا كان كيقبل القسمة غير على ثلاثة فهو لا يقبل القسمة على ستة، أو كان يقبل القسمة على اثنان فقط فهو لا يقبل القسمة على ستة. غنمشيو لواحد وعشرين. يقبل القسمة على ثلاثة، نعم، لأن في جدول الضرب إلا درنا ثلاثة في سبعة كتساوي واحد وعشرون، فهمنا؟ إذا ثلاثة في سبعة. جينا لهنا الاثنان، واش واحد وعشرون يمكن قسمته على اثنان؟ إذا لا. إذا بطبيعة الحال هنا حتى على ستة لا يقبل القسمة. كاين شي عدد كنضربوه في ستة كيساوي واحد وعشرون؟ لا يوجد. اثنان وخمسون يقبل القسمة على ثلاثة؟ إذا هنا أيضا لا يقبل. يقبل القسمة على اثنان؟ نعم، لأنه غيساوي لنا ستة وعشرون. هل يقبل القسمة على ستة؟ لا، لا يقبل القسمة على ستة. غنمشيو للرقم اثنان وسبعون. اثنان وسبعون هل يقبل القسمة على ثلاثة؟ إذا نعم يقبل. نعم، باش يتأكدوا الأصدقاء اللي كيتابعونا ويفهموا، إذا اثنان وسبعون غنقسموها على ثلاثة. إذا هنا غنضربوا في اثنان غتعطي لنا ستة، غيبقى لنا واحد اثنا عشر، وهنا غنضربوا في أربعة وغتساوي لنا اثنا عشر، وبالتالي هنا غيبقى لي الباقي صفر. إذا تقبل القسمة، نعم، 72 أيضا تقبل القسمة 36. وحنا داش قلنا القاعدة ديالنا؟ إذا كان يقبل العدد القسمة على ثلاثة ويقبل القسمة على اثنان فهو في نفس الوقت يقبل القسمة على ستة، هذه هي القاعدة. 90 هل تقبل القسمة على ثلاثة؟ نعم، كتساوي لنا 30. نعم، هل تقبل القسمة على اثنان؟ نعم أيضا. إذا بطبيعة الحال تقبل القسمة على ستة، هذه هي القاعدة اللي قلنا. 421 هل تقبل القسمة على ثلاثة؟ إذا هنا لا. نعم، إلا بغينا نتأكدوا، 400 قلنا وواحد وعشرون نقسموها على ثلاثة، إذا هنا غنضربوا في واحد، ثلاثة غيبقى لي واحد اثنا عشر، غنضرب في أربعة، أربعة في ثلاثة اثنا عشر، غنهبطوا الواحد اللي غيبقى لي، نعم نضرب في صفر، إذا هنا الصفر غيبقى لي الباقي واحد، إذا لا تقبل القسمة. أيضا على اثنان لا تقبل، لأن عندنا هنايا واحد، إذا هنا لا تقبل. إذا بما أنها لا تقبل القسمة على ثلاثة وعلى اثنان فهي لا تقبل القسمة على ستة. هنا أكتشف قابلية القسمة لقابلية القسمة على ستة. إذا هنايا عندنا قاعدة مهمة، يقبل العدد الطبيعي القسمة على ستة إذا كان يقبل القسمة على اثنان وثلاثة في آن واحد. كيف قلنا؟ كيكون كيقبل القسمة عليهم بجوج بيهم، كيف درنا في هذه الحالة أو في هذه الخطوة بالنسبة للرقم عندنا رقم 18 فهو يقبل القسمة على اثنين وعلى ثلاثة وبالتالي يقبل القسمة على ستة، وأيضا الرقم 72 والرقم 90 فهما يقبلان القسمة على ثلاثة وعلى اثنين وبالتالي فهما يقبلان القسمة على ستة. إذا كان هذا هو درس اليوم، ألقاكم إن شاء الله مع الدرس الثاني. لا تنسوا مشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء ليصل لعدد من الأصدقاء ويتابعوه ويستفيدوا بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة، وأستودعكم الله وإلى اللقاء.